يخلي شفايفك ناعمة زي الحرير، ومش بس كده وناعمة وناضرة وجميلة. السكراب بتاعنا بيخلصك من مشغور من القشر اللي في الشفايف والتشققات وكل الكلام ده، هتخلصي منه تماما تماما. حاطين مكون بسيط خالص، بس المكون ده هيفرق معاك بجد في السكراب اللي انت بتعمليه، حلو جدا جدا. كمان عملنا مرطب جميل للشفايف، شايفين لونه عامل ازاي؟ هيخلي شفايفك مش بس مرطبة كده وناعمة وجميلة، لا كمان هيديها لون تحفة، اللون اللي انتوا شايفينه ده. لا نحتاج بقى المكياج ولا الاحمر شفايف ولا الكلام ده كله، هو ده غني عن كل حاجة، حلو جدا جدا. يلا شير ولايك للفيديو، ويلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا. مساء الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل اسكراب جميل وتحفة للشفايف، هنخلي شفايفك كده ناعمة زي الحرير، وكمان مفيهاش القشر اللي بيقابلنا ده، منحط روج ولا اي حاجة، بيبقى الشفايف كده مقشرة وشكلها مش لطيف. النهاردة ان شاء الله هنتخلص من كل ده بسكراب بسيط خالص من قلب بيتنا، وكمان هنعمل لكم ترطيب للشفايف ممتاز جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على الفيديو بتاعنا على طول. بس قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا، اتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بوصفاتنا الجديدة. يلا بينا. احنا طبعا في فصل الشتاء، وفصل الشتاء ده الشفايف بتتضرر جدا وبتبقى فيها قشره كده، وساعات بتشقق مننا وبتبقى مش لطيفه. اما نحط روج كده نحس بالقشره كده قب على الوش، بتبقى شكلها مش لطيف. فالنهارده هنعمل سكراب حلو جدا جدا وسهل وبسيط ومتناول الايد ان شاء الله، واقتصادي جدا. تمام، يلا بينا. معايا دلوقتي كده زي ما انتم شايفين الفازلين الجميل التحفه ده، الفازلين اللي انا جايباه ده، جايباه سايب. الفازلين ده جايباه سايب من عند العطار، حلو جدا جدا. انا بجيب كده الربع كيلو ب 12 جنيه، بيقعد عندي فترة طويلة جدا، من احلى الفازلينات. الفازلين ده حلو جدا جدا، انا بحب الفازلين السايب ده. هو طبعا ملوش اي ريحة خالص، احنا هنستخدمه في ترطيب الشفايف، حلو جدا جدا. هنعمل وصفة ممتازة لتوريد ونعومة الشفايف وخليها لك كده ناعمة وجميلة جدا. تمام، بس الاول هنبدا نعمل كده اسكراب كده للشفايف خفيف جميل جدا جدا. تعالوا، الاسكراب ده بتاعي انا شخصيا، يعني الاول مره على اليوتيوب، حلو جدا جدا، انا مجرباه وجميل وممتاز. معايا سنه ملح صغيره كده لا تذكر، زي ما انتم شايفين سنه ملح صغيره خالص. الملح ده ليه؟ بيخلصنا من اي قشر زياده في الشفايف. تمام، حلو جدا جدا، وكمان بينعم الشفايف، اي حاجه زياده في الشفايف بيشيلها سنه الملح الصغيرين دول. تمام، هنحط ايه كمان؟ هنحط كده معلقه من السكر، والسكر اللي معانا عايزينه لا ناعم قوي ولا خشن قوي. السكر ان احنا بنستخدمه عادي، بس احنا عايزينه لا ناعم ولا خشن. تمام، هناخد كده بالشكل ده معلقه من السكر. تمام، يبقى سنه ملح صغيره، سنه صغيره خالص لا تذكر، وكمان معلقه من السكر. هاخد ايه كمان؟ هاخد معلقه صغيره من زيت الزيتون. تمام، زيت الزيتون حلو جدا، بيديني ترطيب وتنظيف حلو جدا، وترطيب وخلي الشفايف كده زي الكريز وجميله جدا جدا. تمام، اي زيت زيتون هبدا اخد منه معلقه بالشكل ده. وهبدأ أقلب كده، اهو بالشكل ده. السكراب ده هايل للشفايف بجد، حلو جدا، بيخلي شفايفك ناعمة زي الحرير. هاخد ايه كمان؟ ده دم الغزال، انا شارياه قلم كده زي ما انتم شايفين. القلم ده بكام؟ القلم ده ب 3 جنيه ونص، يعني مش مكمل 5 جنيه، اقتصادي جدا وحلو جدا، وبيغيب عندك فترة طويلة جدا جدا، لان انت بتحط سنة صغيرة جدا. تمام، انا هاخد سنة كده صغيرة خالص من دم الغزال. تمام، سنة صغيرة خالص بس بالشكل ده. تمام، زي ما انتم شايفين كده سنة صغيرة، يا دوبك بس تخليه تديلي اللون اللي هو البنك الفاتح ده بالشكل ده، بس بالشكل اللي انتم شايفينه كده. السكراب بتاعنا جاهز للاستخدام، هنروح كده على الحوض بتاعنا ونعمل سكراب للشفايف. هنعمله بايه؟ هنعمله بفرشة المعجون. فرشة معجون
عادية خالص تكوني مخصصاها للكلام ده، يعني انت تعملي بيها سكراب للشفايف حلوة جدا. هتاخدي كده وتعملي سكراب للشفايف كده هوت بالراحة خالص كده، هتبص تلاقي شفايفك اي حاجة فيها زيادة، اي قشرة، اي الكلام ده كله بيختفي تماما مع السكراب ده. السكراب ده هنعمله على طول كل يوم ولا ايه؟ لا، السكراب ده هنعمله مرة فقط كل اسبوع او مرتين بالكتير، هيخلي شفايفك ناعمة زي الكريز وجميلة وشكلها تحفة جدا جدا جدا. تمام، يبقى احنا خلصنا من السكراب بتاعنا، خلص كده. تعالوا بقى اعمل لكم بقى ايه الترطيب للشفايف. حلو جدا جدا، اي علبة صغيرة كده عندي بالشكل ده هجيبها واحط فيها ايه، هحط فيها فازلين. تمام، هاخد كده حبة من الفازلين كده واحطهم في العلبة بتاعتي. تمام كده، بظهر المعلقة كده هوت بالشكل ده. تمام، ده الترطيب بتاعنا. انا بعمله في العلبة ليه؟ عشان ما بقاش افضي من هنا لهنا، هو يبقى في العلبة ويتني في العلبة على طول، استخدمه من قلب العلبة الصغيرة دي. تمام، وهحط ايه كمان، هحط ربع معلقة صغيرة زيت زيتون، ربع معلقة بس مش اكتر من كده. حطهم بقى وخلاص بالشكل ده. تمام، وهبدأ أقلبه بالشكل ده. مش عايزة أقولك المرطب ده مش هتحتاجي لزبدة كاكاو ولا لأي حاجة تاني ولا الروج، إن أساسا لأن شفايفك هيبقى شكلها حلو جدا جدا بالترطيب ده، منها بتنعم وفيها ترطيب جميل جدا، ومنها لونها وردي وحلوة جدا. هحط ايه كمان عشان يديني الفازلين لوحده مش كافي يرطب الشفايف، هحط ايه كمان عشان يديها الترطيب الهائل اللي انا عايزاه والملمس الناعم جدا ده. هحط سنة صغيرة خالص من زيت جوز الهند. تمام، لو ما عنديش زيت جوز الهند هحط اي حبة من الكريم المرطب اللي عندي. تمام، بس زيت جوز الهند ده حلو جدا جدا، وكمان بيدي ريحة فواحة كده، بتبقى ريحتها حلوة جدا. تمام، ريحته جميلة وتحفة. هاخد سنة صغيرة خالص من زيت جوز الهند بس، يعني 5 نقط كده، بجد بيخليه حلو جدا، ريحته حلوة وكمان بيخليه يخلي الشفايف ناعمة زي الحرير. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ اقلب كده هوت اهو، كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزة تملي العلبة بحالها مليها، مفيش اي مشكلة خالص، بجد الترطيب ده انت دايما هتعمليه من كتر حلاوته وجماله. هاخد ايه كمان التحفة بقى اللي معايا، دم الغزال ده بيخلي الشفايف لونها حلو جدا جدا. هاخد حبة منه مش كتير، شايفين ايدي من دم الغزال، بصوا بيمسك ما بيطلعش، فخلي بالكوا يعني. هاخد سنة كده بس بالشكل ده. صدقيني قلم اللي هو دم الغزال ده بيتن عندك فترة طويلة جدا جدا، تستخدميه حلو جدا عن اللي هو بيجي سايب، بتعرفي تستخدميه وتتحكمي فيه. تمام، وهبدأ أقلب بالشكل ده. انسي بقى، لا تقولي لي زبدة كاكاو ولا أي حاجة، اهو بالشكل ده. شايفين بقى لونه جميل وتحفة ازاي؟ ده المرطب بتاعنا جميل جدا جدا جدا، هيخلي شفايفك لونها وردي وجميلة جدا وناعمة زي الحرير، هتبقى شبه الكريس كده. هناخد بقى بصبعنا كده هو ونبدأ نحط على الشفايف بالشكل ده، بجد حلو جدا جدا اهو، حلو جدا جدا وجميل، وكمان بيخلي الشفايف لونها وردي وحلوة جدا جدا. تمام، بالشكل ده هتغطيه بالشكل ده وتحطيه عندك على التسريحة اهو، والتانيكي تستخدميه لحد ما يخلص خالص
بالشكل ده. يبقى احنا هنعمل السكراب بتاعنا الاول، وبعدين هنرطب بالمرطب الجميل التحفة اللي احنا عملناه ده. ويا سلام على لونه، لونه حلو جدا جدا. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. يلا اعملوا شير بقى لاصحابكم وحبايبكم عشان كله يستفاد كده. وانزلوا تحت كده لو انتم معايا لحد دلوقتي، ما تبخلوش عليا بلايك، اللايك المتين كده عشان الفيديو يرتفع. سيبكم في رعاية الله وامنه، مع الف سلامة. باي باي.